والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ويقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإذا حلف الإنسان بغير الله ندم وأحب أن يتوب يقول لا إله إلا الله، إنه جاء في الحديث: من قال واللاتي فليقل لا إله إلا الله. لأن الحلف باللات شرك، وكفرة الشرك توبة منه وإعلان كلمة التوحيد.